تمكنت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية من استرجاع كمية معتبرة من المشروبات الكحولية من أنواع مختلفة وشاحنة نفعية. العملية سجلت بتاريخ 11/11/2020، جاءت بناء على معلومة أمنية تفيد أن شاحنة من نوع كيا ملقمة بترقيم ولاية مستغانم محملة بكمية من المشروبات الكحولية موجهة للترويج بإقليم اختصاص بطريقة غير مشروعة. عليه تحركت الضبطية القضائية وتمت عملية رصد الشاحنة في حدود الساعة 10 صباحا وتوقيفها، حيث ضبط بداخلها 1764 وحدة من الخمر من أنواع مختلفة.